عقود تعود للحقبة العثمانية، معاهدة سلم وأخرى تجارية. هذه ليست نسخا ولا كتبا للبيع في المعرض الدولي، بل هي وثائق أصلية تحكي تاريخ الدولة الجزائرية. هذا السجل فهو يعود إلى الفترة العثمانية، وهي عبارة عن مجموعة عقود كان مكتوبة من طرف القاضي المالكي، وهي محفوظة بالمركز الأرشيف الوطني، وهي من بين الكنوز الثمينة التي تحتفظ بها مخازن مركز الأرشيف الوطني. ولدينا أيضا هنا معاهدة سلم مع مدينة إيطالية وهي اسمها تيكسان سنة 1757، ولدينا أيضا معاهدة مع إيطاليا الشمالية أيضا. وهذه المعاهدات ربما تخص معاهدات التجارة بين إيالة الجزائر وبريطانيا في سنة 1662، وهي بين المعاهدات الموجودة في مركز الأرشيف الوطني. وهناك معاهدات مع دول أوروبية عديدة وخاصة مع دولة فرنسا، حيث لدينا حوالي 1800 معاهدة تخص المبادلات التجارية بين إيالة الجزائر ودولة فرنسا. حضور هذه الكنوز الأصلية في المعرض الدولي للكتاب يأتي ليربط الجزائريين أكثر بماضيهم الذي يضرب في عمق التاريخ. الكثير من الأحيان نقوم بمعارض، نقوم بعرض النسخ على اللافتات، سوف ترونها فيما بعد. وهناك جمهور غفير يقول ما أين هي الأصلية. قمنا في هذه المرة بعرض الوثائق الأصلية والوثائق نسخ من هذه الوثائق أيضا. جناح مركز المحفوظات الوطنية بمعرض الكتاب يتيح لزواره السفر عبر التاريخ من خلال الوثائق الثمينة التي لا يمكن العثور عليها أو مصادفتها في فضاءات أو مناسبات أخرى.